أن كل ذلك أي هذه التجمعات الهائلة العدد فهي كبيرة كمية وكيفية كما يعبرون، فهذا دليل على أن التيار الأكبر في العراق هو تابع لحوزته لا لمجلس الحكم الذي أسسته أمريكا، بل هم رافضون له على الإطلاق. فيتعين بعد ذلك عليكم حل هذا المجلس وإنهاء الاحتلال والهيمنة الأمريكية على هذا البلد المقدس، لكي يكون الشعب حرا في تقرير مصيره، فإن هذا هو المتعين حسب ما تدعون من الحرية والديمقراطية.